هذا الكبد حق الحاج مقبل الله يرحمه يحط فيه القروش فنصب على الشلينات المياه الخزنة الخزانة شوف وينه كسرة عبر كسرة أي محل طعيات أنا طبعا خلصوا الكل الآن نحن في دار القاهرة في الديوان الأسفل الآن المطر بدأ بشكل أقوى من أول أنتم تشاهدون الآن أسفل الكل كيف المطر الآن سوف نقول لكم صورة حية ومباشرة من خيران من دار القاهرة تشاهدوا فيها الأمطار اللهم اجعل سقي رحمة لا سقي عذاب اللهم اسقي اللهم اسقنا غيث واجعلنا من القانطين اللهم اغثنا غيث الأمطار إلى أوطاننا وغيث الرحمة إلى قلوبنا وغيث الإيمان إلى قلوبنا يا رب العالمين لا هذا ما ولا حاجة. ما ولا قهوة ولا شيء. أمطار سبدنا المطر من سفل حميات فكري رجع فكري هاي عبد الرب فكري غا صراحة أنا هذا المتمسي اللي على العقب هذا فكري هذا الخلاوة جنتي حرية الله يرحمها أجمل المناظر أجمل المناظر من الكرب الراكب هذا العلب هذا قوي هذا اللي داخل ما هذا خيب عنا خيب هذا الديوان ما هذا اللي هنا هذا صار مطار يا الله يا الله مقبل امسك تصور انقل صورة انقل صورة لنا حجي صور قاعد من نفسه من نفسه صور مر أيوة لا صور قاعدها مو بد خشى أولا على قاعدها مو خشى احنا الآن بخيران قل لهم بخيران الله ما عندك قاعدة مسك كويحة 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 كيس كسر